مجمع الشيخ الكليني واحد المواقع التابع للعتبة العباسية المقدسة. طبعا المجمع يحتوي على قاعتين تسع القاعة الواحدة حوالي 600 شخص للرجال وايضا قاعتين للنساء. في هذا العام عندنا استحداثات جديدة، منها إنشاء مطبخ بمساحة 400 متر بالإضافة إلى مخزن للمواد الغذائية بمساحة 200 متر بالإضافة إلى براد لحفظ اللحوم والمثلجات بمساحة 60 متر مربع، أيضا بناء قاعتين لاستراحة النساء، كل قاعة تتسع إلى أكثر من 200 شخص. ايضا سبق وان ذكرت انه انشاء محطه جديده لتوفير الماء الآرو واللي تخدم المواكب والزوار بالاضافه الى المناطق المجاوره. طبعا مجمع الشيخ الكليني هو النقطه الوحيده اللي تابعه للعتبه العباسيه في طريق بغداد. أيضا هذا المجمع معروف من خلال خدمته في السنوات السابقة، إيواء الزائرين، إيواء للضيوف، سواء في الزيارة الأربعينية أو خارج الزيارة، يعني أوقات غير الزيارة الأربعينية. طبعا خدمات المجمع تبدي في 1/0 بسبب وجود أغلب المواكب التي تعمل لتهيئة مواكبها، أيضا نقوم بتوفير لها خدمات كمنام ومأكل ومشرب. طبعا احنا في الغالب نقوم بتوفير جميع المواد قبل الزيارة الأربعينية للخلاص من زحمة الطريق، بالإضافة إلى أنه يوجد عندنا سيارات مزودة بباجات خاصة أيضا تقوم بنقل المواد اللي نحتاجها. طبعا في العام السابق تم توفير 3 وجبات طعام للزائرين، 400,000 وجبة طعام من 1 محرم إلى نهاية صفر، وأما من خلال فترة الزيارة الأربعينية فأكثر من 250,000 وجبة. نقدم 3 وجبات طعام، وجبة فطور ووجبة غداء ووجبة عشاء، يتخللها أكو وجبات إضافية بين الوجبات مثل الفواكه والعصائر والحلويات. الأعداد الزائرين اللي أكثر من 150,000 زائر، أكثر شيء إحنا عملنا يكون زحمة الزائرين من 10:00 إلى 20:00. طبعا توجد مفرزتين صحيتين في المجمع، واحدة للرجال واحدة خاصة بالنساء. خدمات صحية موجودة بالإضافة إلى أنه المعقمات، بالإضافة إلى رعاية الزائرين من حيث المنام، من حيث المكان المبرد، توفير بطانيات، أيضا أدوات طبية للتدليك وغير التدليك موجودة عندنا بالمجمع. بالإضافة إلى الكادر الموجود في المجمع، هناك أعداد من المتطوعين ومن بالخصوص من هيئة قمر بني هاشم حوالي 100 متطوع، بالإضافة إلى أنه يوجد عندنا متطوعين من بغداد لمساعدتنا في العصائر والاختصاص عصائر وحلويات والفرن، فرن الصمون.